أحد المشايخ هذا دين أنا هذا هذا هذه خطتي أن أثبت وتدا معلوما وأهدم وثنا مكذوبا. فأحدهم أراد أن يتكلم أن الجنة لا تفنى. شيخ كبير في البلد عايش بصر سيد مين بصر مين سيده كمان بده يتكلم أن الجنة لا تفنى ولا تبيد. جيد، قولوا لهذا الشيخ لولا أن الله أرسل سيدك محمدا عليه الصلاة والسلام كنت تعلم عن جنة وعن نار؟ فإذا جئت تتحدث عن الغيب كيف إلا بالرب الذي علمنا هذا؟ فأجب يتكلم ويأتي بالأدلة أن الجنة لا تفنى ولا تبيد. قال الإمام الأعظم أبو حنيفة إن الجنة لا تبيد، وقال فلان جيد أخواننا، وقال واضح أخواننا، وقال فلان، فسمى 14 سيدا له. سمعنا أخواننا، فلان وفلان 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 ممن ليسوا لكم بأسياد. فبعدما سمى 14 سيدا قال ومن هذا أدلة بعض يعني من القرآن ومن السنة في آخر الأمر. فبدأ بالإمام الأعظم، آخر شيء لما أبقى قال في أدلة من القرآن والحديث. فانظروا أين جعل سيدكم. سمعت يا أخوان هكذا، وفي الحديث لا لا هو قال في هذا أدلة في الآخر، قال في هذا لا هو قال في أدلة فأتى بالقرآن. سمعت بين لما بدأ قال الإمام الأعظم شو هذا عهدنا أن إذا أخرج الإمام الأعظم من قبره الساعة أن يبرأ وجوبا مما كتبوا أو هو إمام أعظم في ضلالتهم. شيك أخواننا، إنما إحنا حسن ظننا إن الرجل يبرأ لأننا نعلم أننا نحن أنفسنا لا نفعل، فالظن إنه هم اللي يعني غلوا فيه.